يقولون بأن يوسف بوزيدي قوي من الناحية المعنوية، يحفز لاعبيه بطريقة يعني مميزة وفريدة من نوعها في غرف تغيير الملابس. هل هذا ما كان ينقص فريق شبيبة القبائل، لاعبي شبيبة القبائل في هذا الموسم؟ والله يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا نقول الحقيقة يعني كل حاجة عندها والوزن تاعها، يعني اللاعبين كانوا محتاجين يعني الواحد اللي يوصل لهم يعني الميساج ويحفزهم، ويعني كان عندي دور كبير في هذا الجانب بكل تواضع، ولكن نشاطركم كي من يعني كل واحد قال كلمة مليحة، وين يعني لافوني تاع الموبيليس خلات يعني اللاعبين يتركزوا ويسمعوا ويديروا أكثر ثقة في المسؤولين. لماذا؟ لأن ما يختلفش باللي شركة يعني كبيرة وتعطي لك ضمانات، ولكن هذا ما يكفيش. ثاني يعني الإنسان يعرف كيف يتكلم مع لاعبين، خاصة وعلى بالك كي كنت أنا نقول سيدي جوار كيف هو لونترينور، يقدر أنت تهضر معاه صباح وعشية هو ما يسجل والو، ولكن كي يطيح في مع لاعبين ولاد عائلة ويفهموا واش راني حاب نقول وفهموا الوضعية تاع الفريق، وكانت اون بريز دو كونسيونس دو لابار دو تو الموند، يعني كل واحد دار يعني الدور تاعو. وانا نظن باللي ثاني كاين جانب اخر اللي ناكد عليه، هو يعني عودة الجمهور ثاني اللي زاد اعطانا الدفع، وهذه اللي سهلوا لي الامور فيما يخص يعني التحضير تاع المقابلات هذول اللي فاتوا، رغم جيت شويه روطار وما كانش عندي الوقت، ولكن واش نعرف واش قدرت مع الزملاء تاعي، نقول باللي كل واحد خاصه الجمهور.